المعتقلون في سجون الأسد شهداء أحياء ومجرد أرقام في عداد الموت، أو هكذا يقول الناشطون، وأيضا الأمم المتحدة التي تحركت في هذا الصدد مطالبة النظام السوري بالكشف عن أسباب وفاة المئات من المعتقلين في سجونه، منوهة إلى أن من حق الأسر معرفة مصير أقاربهم المختفين منذ سنوات. الكثير من الأسماء بعد سنوات من السجن أتوا لعائلاتهم بورقة تقول أنه توفي وفاة طبيعية في السجون. الناشطين الإعلاميين استطاعوا، السوريين نتكلم، استطاعوا أن يوصلوا هذه الأصوات إلى كل الفضاءات العالمية، ومع ذلك نستغرب هذا السكوت العالمي من منظمات حقوق الإنسان العالمية، من المنظمات الدولية. لا أحد يتكلم عن هذا الأسلوب، عن هذا الاختفاء. أعداد هائلة جدا في السجون، أعداد هائلة جدا تم قتلها وحرقها حرق ممنهج، ولا نرى أي صوت لهذه المنظمات الحقوقية، ونستغرب هذا السكوت. التقرير الجديد الصادر عن محققي جرائم الحرب في الأمم المتحدة أكد أن وفاة المئات بنفس التاريخ قد يشير إلى عمليات إعدام وإبادة جماعية يحاول النظام إخفاءها، مطالبا بتقديم سجلات طبية أو حتى رفات المتوفين لأقاربهم، معتبرا أن ذلك الحل الوحيد للتقدم بعملية السلام في البلاد، وهو الأمر الذي تطالب أيضا به المعارضة السورية التي تعتبر هذا الملف أحد أهم لبنات الحل السياسي في سوريا. الأمم المتحدة تضيف كذلك أنه بالإضافة إلى الاعتقال وتغييب الرفات، أن النظام لا يكتفي بذلك وحسب، بل أنه لا يمهل أقارب المعتقلين إلا شهرا واحدا، وهم أغلبهم يعيشون في دول المهجر واللجوء من أجل دفن رفات المعتقل، وإلا وهو الأمر الغالب يستحوذ على أملاكهم التي بحوزتهم في سوريا. حنان نامق، الإخبارية، من على الحدود السورية التركية.